الخوف شو هو؟ معقول هو لما يكون قلبك عم يدق بسرعة على درجة ما يعود فيك تتنفس؟ لا، مش بس هيدا الخوف. الخوف هو انك تعمل شي لأول مرة، انك تحب، تكب حالك بشي ما بتعرفه، انه تعطي الحياة، انك تترك كل شيء وترجع تبلش من اول وجديد. بعدك خايف؟ منيح، لانه لما تخاف يعني انك بتحب اللي بتعمله، يعني رح تتقدم وتوصل. حلو الخوف. بزنس سولوشنز، حلول مصرفية لتطور اعمالك من بنك بيبلوس.